السلام عليكم. اليوم نروح لولاية العاصمة واللي نقف على الأشغال تاع منطقة صابلات، وما هو الجديد يعني في مشروع تهيئة ساحل صابلات؟ إذا بدون إطالة نخليكم تابعوا هذا الفيديو الجميل والرائع والمفصل عن هذا المشروع. أترككم تتابعون والسلام عليكم. مشروع تهيئة الواجهة البحرية للصابلات من أكبر المشاريع المهيكلة لولاية الجزائر، يهدف إلى تعزيز عاصمة البلاد بمختلف الفضاءات الترفيهية وخلق مساحات جديدة للراحة والاستجمام. مشروع خاص 5 كيلومتر، الأهمية الأولى تاعو كان الواجهة البحرية هي الحماية البحرية ضد الكوارث ضد هيجان البحر. ثانيا إنشاء مساحات داخل الأرض حوالي 4.5 هكتار راح تمكننا من كامل من السياحة من استقبال الوفود الكبيرة اللي راهي الآن يستقبلها صابلات حوالي 150 ألف زائر يوميا، إضافة إلى يعني لابلاج أو الشاطئ الكبير في الجديد، ثم كل كامل هذه المنشآت حوالي 11 منشأة رياضية، إضافة إلى كامل المنشآت اللي راح سياحية والرياضية اللي تستخدم هنا، إضافة إلى الرياضة البحرية للشباب. يتضمن المشروع تهيئة ميناء للنزهة وإنجاز رصيف يتسع ل100 قارب صغير، إضافة إلى تهيئة شاطئ اصطناعي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال أكثر من 90%. لهذا المتنزه اللي فتح يعني للزوار في سنه 2015 حاليا يعرف يعني توافد عدد كبير من الزوار من مختلف ولايات الوطن، لحقنا في الذروه الى 200 ألف زائر. لذلك احنا اليوم نقول مع هذا المشروع، مع انتهاء المشروع هذا المشروع الكبير، مشروع التهيئه اللي راح يسمح لنا بزياده الطول. يعني اليوم رانا في 4 كيلومتر راح يوصل الى 6 كيلومتر طول على كل هذا الساحل. حاليا يعني نعمل خاصة على تنظيف المحيط. الآن السكينة أو المواطن يحب نظافة المحيط، نظافة هذا المتنزه، يحب يكون في مكان سيكوريزي، لذلك نوفروا الحماية ونوفروا نظافة المحيط. ما هي أهم المرافق التي سيتدعم بها منتزه الصابلات بعد استكمال أشغال المشروع؟ راح يتدعم بعدة مراكز نسموها مراكز تجارية أو ديكيوسك. ديكوسك من يعني المواطن أو الزائر تكون له يعني مرافق للأكل، مرافق للشرب، مرافق لأخذ فنجان قهوة في أحسن الظروف. هناك كذلك ميناء سياحي كذلك راح يدعم ببواخر سياحة، ولما لا تكون بواخر لنقل المسافرين. حتى الانسان اللي يسكن مثلا في تمن دفوس راح ياخذ باخره، يجي المتنزه الصابلات يعني يكون في احسن الظروف مع العائله تاعو، يقضي يوم كامل ويرجع كذلك بالباخره الى تمن دفوس. وهذا هو الرغبه تاعنا ورغبه كل السلطات العموميه اللي راح يعني تسهر على الانجازات هذه كلها، وحنا راح نرافقوا بالتسيير الحسن لكل هذه المرافق ان شاء الله.